الرسول يسأل الصحابة يقول لهم اي الناس اعجب ايمانا، جالس مع الصحابة يقول لهم وش رايكم اي الخلق اكثر ايمانا؟ فقام ابو بكر فقال الملائكة يا رسول الله هم اعجبنا واكثرنا ايمانا. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم، ليش ما يؤمنون وهم عند الله؟ والله خلقهم لعبادته. فقال عمر اعجب الناس او الخلق ايمانا الانبياء، انت واخوانك الانبياء. قال وما لنا لا نؤمن والوحي ينزل علينا. لا، فقال احد الصحابة اذا اعجب الخلق ايمانا نحن اصحابك يا رسول الله. قال وما لكم لا تؤمنون وانا بين ظهرانيكم معكم، انما اعجب الناس ايمانا هم امتي الذين امنوا بي ولم يروني. انتم اعجب الناس ايمانا. احمدوا الله على هذه التزكية. تزكية ممن؟ الرسول يتعجب من ايمانكم. حنا في هذا المكان الطيب وهذا المسجد الطاهر نتعجب، يتعجب ربنا من ايمانكم به، لانكم امنتم به ولم تروه. ما رأينا هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يشتاق لنا، يحبنا كما نشتاق له. يقول النبي اني لا اشتاق الى قوم لم يأتوا بعد، قال او اشتاق لاخواني، قالوا له اولسنا اخوانك؟ قال لا، انتم اصحابي ولكن اخواني الذين امنوا بي ولم يروني. اللهم اجمعنا برسولك محمد. يذكر ان عمر بن الخطاب في وقته في عهده كان فيه رجل عنده مزرعة، والمزرعة فيها شجر له ثمر طالع من على سور المزرعة، فمرت ناقة رجل راعي فأكلت الثمر. راعي المزرعة زعل تضايق، فأخذ حجر كبيرا فرمى الناقة فماتت. لما ماتت الناقة صاحب الناقة ذبح راعي المزرعة انتقاما لناقته. فقام عمر يريد أن يقيم الحد على القاتل، القصاص، فحكم عليه بالقصاص. فلما أراد أن يقيم عليه الحد قام الرجال قال يا أمير المؤمنين أنا أطلبك أن تمهلني 3 أيام بس. ليش؟ قال أنا عندي مال لأيتام مؤتمن عليه، أنا دفنته في المكان في الصحراء في البر ولا يعرف مكانه إلا أنا، لو قتلتني ضاع حق الأيتام المساكين، عطني 3 أيام أروح أطلعه وأرجع. قال من يكفلك؟ حنا ما نعرفك وانت عليك قود ستقتل. وقفوا الناس يناظرون ما حد يعرف الرجال ليس من أهل المدينة. قال لا أحد يكفلك. فالتفت الرجل قال ألا يكفلني منكم أحد؟ فقام أبو ذر رضي الله عنه قال أنا يا أمير المؤمنين أكفل الرجال هذا. قال له عمر تعرفه؟ قال ما أعرفه. قال تعرف كفالتك له إذا لم يرجع؟ قال أعرف، إذا ما رجع قصيت راسي أنا. قال اذهب. أطلقوا الرجال وجلسوا ينتظرون الليلة الأولى، الليلة الثانية، الليلة الثالثة، الناس حاطة يدينها على قلوبها خايفين على أبو ذر. فلما وقف عند مكان تنفيذ القصاص وقبل غروب الشمس قال عمر قربوه يعني خلاص. فلما دنت الشمس من الغروب فإذا بالرجل يقبل عليهم يركض. فلما جاء قال له عمر ما الذي أرجعك وقد كان بإمكانك أن تفر تنحاش؟ قال يا أمير المؤمنين خشيت ألا أعود فيقال ذهب الوفاء في الناس. قال عمر يا أبا ذر ما الذي جعلك تضمن تكفل رجل لا تعرفه وربما يكون القصاص على رقبتك؟ قال يا أمير المؤمنين خشيت أن يقال قلت المروءة في الناس. فشاف الولد اللي مقتول أبوه صاحب الدم الموقفين فقال يا أمير المؤمنين تنازلت لوجه الله. قال له عمر ليش؟ ما الذي دفعك على هذا؟ قال خشيت أن يقال ذهب العفو والعطاء والكرم في الناس. إذا بقيت قيم الناس بقي الخير وانتشر الخير. موسى عليه السلام يوم استسقى يا رب انزل علينا الغيث انزل المطر، ما نزل المطر. فقال الله يا موسى إني منعتك المطر بسبب رجل بينكم قد عصاني فليخرج. قام موسى خطيب أيها الناس إني استسقيت ربي فحرمنا المطر ومنعنا بسبب عاص بيننا فليخرج من بين أظهرنا. الرجال يتلفت كيف أطلع بين الناس أفضح نفسي، ان طلعت عرفوني اني عاصي. قال يا رب
اللهم اغفر لي عبدك واستره. فنزل المطر. قال موسى يا ربي انك منعتنا المطر بسبب عاص ولم يخرج احد. قال يا موسى انني سقيتكم بمن منعتكم به. قال من هو يا رب عرفنا منه. قال يا موسى سترته وقد عصاني افضحه وقد تاب اليه. انا ساتره عاصي تبغى نفضح يوم تاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لو وزن ايمان الامة في كفة وايمان ابي بكر في كفة لرجح ايمان ابي بكر. كل ايمان امة الاسلام لو يوضع في كفة وايمان هذا الصحابي الجليل الوقور رضي الله عنه الذي جسده جسد نحيل وغارت عيناه من نحافته لكن الايمان يفيض من قلبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من احد تفضل علينا الا رددنا له فضله الا ابو بكر فاني لم استطع ان ارد له فضله فجعلت فضله على الله. الله اللي يجازيه. يقول كل واحد قدرت اجازيه له فضل علينا جازيناه في الدنيا الا ابو بكر. هذه متى قالها الرسول؟ يمكن انا استعجلت. هذه قالها الرسول في اخر خطبة خطبها عند الوداع لما قام الرسول يخطب خطبته الشهيرة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من كان له حق عندي فليأخذ حقه، من اخذت من ماله فليأخذ من مالي، من اخذت من عرضه فليأخذ. فقام ابو بكر وقاطع النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا فدتك النفوس والاموال. فغضب الصحابة كيف تقوم تقاطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوا ابا بكر والله ما منكم من احد له فضل علينا الا رددنا له فضله الا ابو بكر فاني لم استطع ان اجازيه وجعلت جزاءه على الله. تركت جزاءها الانسان على ربه العظيم الكريم. هذا الصديق اللي كان عنده هم ارفع مما يتصوره الانسان حتى يستطيع ان يحقق الامة. ثقل الرسالة كبير. بدأ ابو بكر. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب فاذا هو بيراه حاطين بلال في حديد يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل والنار تحته وفي حر في حر ماذا في حر مكة والنبي يلتفت اليه ويصبره وهو يقول احد احد ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من اهانتهم له اهانتهم له انهم كانوا يجعلوا الاطفال يسحبونه في الشوارع في السكك اهانة له رضي. لكن الرسول ينظر اليه يقول صبرا. يوم فتح مكة يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام وش وقف؟ وقف عند باب الكعبة وقف الرسول فنظر في الناس فيه الان كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب. واسلم ابو سفيان في ذاك اليوم من اعظم المشاهد ترى فتح مكة. فاذا بلال واقف قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه انه لا شيء رايح بعيد وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة والله لا يصلي ان احد معي في الكعبة الا انت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار هذا صاحي ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف قال النبي تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر. قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة. قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف ابي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر. ويرفعونك الصحابيين الجليلين ويرفعونه الناس يشوفون. حتى قال ابو جهل والله اني لتمنيت ان باطن الارض اليوم انها احب عندي من ظاهرها ولا ارى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال والرسول يشوفه قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها. اذن يا بلال. كان في رجل من الصحابة جلس مرة عند الرسول فجلس يبكي يقول بكيت 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 حتى التفت النبي اليه قال ما يبكيك؟ قال تذكرت يا رسول الله يوم كنا في الجاهلية. وش تذكرت؟ قال تذكرت انني تزوجت فحملت امرأتي وذهبت في تجارة. يقول يوم رجعت الله قد انجبت لي بنية بنت كان عمرها 6 سنوات من اجمل ما خلق الله من البنات وقلت لامها زينيها. يقول فعلمت الام انني اريد قتلها. كان من عاداتهم قبل يأيدون البنت يجملونها ثم يذبحونها. قالت الام فزينتها وجملتها. يقول الراوي هو نفسه يروي للنبي وكانت امها تزينها
وتجملها وعيناها تدمع. قال فأخذتها فقالت لي لا تضيع الأمانة. يقول فلم ألتفت إليها فأخذتها. يقول فذهبت أبحث عن بئر لا يعرفه إلا الرعاة، ما يعرفها إلا ناس قلة. يقول فلما جئت عند تلك البئر رفعت إليها فنظرت للبنت وهي تمسك بلحيتي وتبكي تقول يا أبتي لا تضيع الأمانة. يقول فنظرت لها ورحمتها، يعني حسيت برحمة تجاهها، لكنني تذكرت العار. شوفوا الجاهلية يا جماعة. يقول فأخذت بها فألقيتها فتمسكت في طرف البئر. يقول فأخذت أضربها بحجر على أطراف أصابعها حتى سقطت. قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هو الراوي، يقول فالتفت إلى رسول الله وإذا بلحيته قد اخضلت من دموعه، فقال والله لو أني أمرت أن أقيم حدا على أحد فعل فعلا في الجاهلية لأقمته عليك. وحمى الله الأمة، بل حمى الله الأمة كلها والمرأة بهذا النبي، بهذه الرسالة، بهذه الرحمة. الرسول رزق بإبراهيم وعمره 62، يعني باقي له سنة ويموت، وفرح بالولد هذا. والله إني رأيت النبي وهو يدور على سكك المدينة ويطرق الأبواب، يقول انظروا لقد رزق الله نبيكم ولدا، فرحان بالولد عليه الصلاة والسلام. يقول فما إن أتم الله عمره حتى خرج النبي من المسجد وجاءه عبد الرحمن أو عمر، قالوا يا رسول الله أدرك إبراهيم فإنه يحتضر. ثم حمله النبي على يديه ولفظ أنفاسه في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. حمل النبي ابنه فغسله وكفنه ثم وضعه في القبر. يا إبراهيم إذا جاءك الملكان يسألانك من ربك؟ فقل ربي الله. إذا قالوا من نبيك؟ فقل نبي أبي صلى الله عليه وسلم، نبي أبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ما دينك؟ فقل دين الإسلام، فقل دين الإسلام، فقل دين الإسلام. يقول فبكى عمر. يقول فالتفت النبي فقال يا عمر ما لي أراك تبكي؟ قال يا رسول الله تلقن هذا الصبي وهو لم يكلف بعد وليس عليه عذاب ولا حساب؟ قال يا عمر والله إنه سيسأل. ثم أنزل الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. مصعب بن عمير شاب غني عنده مال وجميل ووسيم، كان الناس يشمون طيبه وهو يمشي في سكك مكه. حبسته امه، جو عندها قالوا فكينا من اولادك هذا ياثر على الشباب لانه قوي وشخصيته قويه. تخيلوا كم حبسته مصعب بن عمير امه، قفلت عليه امه 3 سنوات. وهذا رد على بعض الناس يقول يا اخي هذول صحابه كانوا يشوفون الرسول. مصعب بن عمير 3 سنوات مقفول عليه ومع ذلك لا اله الا الله محمد رسول الله. منعت امه عنه الطعام والشراب الا ما يقومها عشان ما يموت، ومنعت عنه اللباس حتى الاغتسال ما تخليه يتروش. عذبتها هي مع عذاب. بعدين قالت للعبيد طلعوه في السوق، واخذت تمشي به في السوق امام الناس وتضربه بالعصا والعبيد يجلدونه وهي تمشي لها قيمة. ومر رجل من غير اهل مكة فدخل فرأى هذه المرأة في السوق، نظر هذه المرأة تضرب ولدها وتعذب ذلك الولد. قال ماذا تفعل هذه المرأة؟ قال هذه المرأة تضرب ولدها. قالوا ليش؟ قال انه ترك دينها الى دين غيرها. قال طيب هو وراه ساكت ما يرد عليها؟ قال دينه امره بذلك، دينه امره بذلك. يا شباب كم كلمة قلتها في حق ابوك امك ما هي بزينة؟ يا جماعة الاباء الامهات احمرار وجهك لما يدق عليك والدك مرة مرتين ثلاث اربع وانت تتمعر، ترى الله يشوفها. اقسم بالله ان موقف من هذه المواقف قد تكون في كفة وسيئاتك كلها في كفة. عائشة رضي الله عنها بالمناسبة لما كان مدفون ابو بكر والرسول عليه الصلاة والسلام في الغرفة في الحجرة عندها تقول دفن النبي فكنت اخلع ثوبي والبس فاقول انما هو زوجي، هي في غرفتها. ثم دفن ابو بكر فاخلع ثوبي والبس فاقول انما زوجي وابي، تقول ثم دفن عمر والله والله اسمعوا ايش تقول، ما خلعت ثوبا ولا لبست ثوبا بعد ان دفن عمر لانه اجنبي لا يحل لي. الله اكبر. تقول هو ميت انا استحيت منه ما عاد افصخ والبس ملابس. اليوم بعض العبايات تحتاج عباية، بعض الستر يحتاج ستر، وبعض الحجاب يحتاج حجاب. بسألك سؤال، العباية المنقشة ذي والمزخرفة والمخصرة
ودك انهم يغطونك فيها وانت داخل المسجد يصلي عليك؟ انوي النية الصالحة يا جماعة. قلنا احياني رب العالمين بخدم ديني، ان خرجت من البرنامج بقدم ما يرضي ربي عني، ساكون انسان اقدم الرسالة الصحيحة التي تخدم الناس. كونوا دعاة للحق، دعاة للاسلام. الاسلام اليوم يحتاج كل واحد منا. الاسلام لن يموت، نعم يمرض، الاعداء كثر، الاعداء يحاربون الاسلام في كل مكان، حاربوا الحجاب وحاربوا اللحى وحاربوا السنة وحاربوا البخاري وحاربوا مسلم، لكن رجال الأمة اليوم هذه المعجزة، هذه معجزتنا، هذه معجزة الإسلام، القرآن. الصحابة نزل هذا القرآن، حفظوه، علموه، طبقوه، غيروا الدنيا كلها. كانوا يرعون الغنم فقادوا الأمم. اللهم يا رب، برحمة تبعث بها مصلحا يصلح أحوالنا. اللهم اجعلنا مصلحين صادقين، ننقذ أمتنا من هلاك ومن فتنة. لكن نقول كما قال النبي عليه الصلاة: أيام الصبر أيام الفتنة، تجعل العاقل حيران. لكن الصبر الصبر، ولذلك آخر سورة أهل عمران: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون.